شفاء ما شاء الله الى بيبي فيس دونك اون ا با بيزوين اصلا نديرو دي ميك اب دي زيفور في لو ميك اب دونك اون ا في ان بيبي ان بينك ميك اب بينك pour l'âge d'elle plutôt il a elle a pas besoin de le make-up c'est pour ça que j'ai choisi had le make-up là d'aujourd'hui صراحه زوين بزاف وانا كحماقه الميك-اب و vraiment ça بات لي شي حاجه اللي زوينه في وجهي وكنقول لها ميرسي بوكو بوكو والله يخلي لك يدياتك انا اكثر نزيد لي غير فراج وكيخليها انا حمر وصافي ما عنديش ماشي لاخر بزاف بعد المرات اللي كنت في الدار بوحدي وبغيت نلعب ولا شي حاجه البيسات اللي اخترت اليوم صفاء هما جوج البيسات الاولى كيف ما كتشوفوها بحال قندوره مدخل فيها مخلط بين البلدي والعصري كيف ما كتشوفوا مثلا هنا كتجبر الروفلي هنا العقاد بالنسبه للبيسه الثانيه حتى هي في نفس الستيل كيف ما كيبغيو البنيتات في هذا السن هذا كيبغيو شي حاجه فحال لي غو برينسيس مع البلدي مخلط كيعطي واحد لوك مزيون وبالنسبه للوينات اخترتهم على حسب الوجه ديال صفاء اللي يجي معاه اكثر تجربة زوينة بزاف وملي كتشوف راسك بلي كنتي كدير ديجا افلام وفاش كدير واحد الفيلم او مسلسل كيشهرك وماشي غير كيشهرك كيشهرك عند الناس كاملين راه فريمون شي حاجه اللي زوينه وكتجيك بحال واحد الصدمه حيت ما كنتيش كتصوريها من داك المسلسل بالضبط تجربة زوينة بزاف وملي كتشوف راسك واقف حدا واحد الممثل اللي ممثل كبير كبير بزاف وعزيز على كاع المغاربة وكتشوفي راسك انك خادمة معاه واول مرة كيدير الاخراج يعني اكيد يكون اختار ممثل اللي يكونوا مزيانين باش يكون سيت كوم ديالو زوين مي فاش قالوا لي تخدم مع رشيد الوادي صدمت بزاف حيت ما عمرني تصورت اني نخدم مع فنان كبير وعندو تجربة كبيرة كبيرة وغنتعلم منو بزاف د الحوايج جداد والخدمة معاه زوينة 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 كترتاحي ظريف بزاف ضحوكي لما عرفتيش شي حاجة كيوريها ليك لا جاتك صعيبة شي حاجة كيبدلها ليك كيتفاهم مع كلشي ما أثرتش عليها كاع مغير ما أثرتش عليها حيت ما حسيت بتا شي حاجة من غير أن الناس كيكونوا كتكوني كتعجبيهم كتعجبهم شخصيتك كل واحد اش كيعجبو فيك وكتلقاي واحد الناس اللي جداد عليك كتخرجي كتصبروا معاك هذا هو التغيير اللي كيكون في حياتك ماشي الاخر عادي نهار ما كتكونش عندي قرايه ولا شي حاجه كنمشي للمجال الفني كندير داكشي اللي عندي وفاش كتكون عندي قرايه كنمشي نقرا يعني مفرقه بيناتهم والحمد لله انا فيما كيجيني شي فيلم ولا شي سيت كوم كيكون البلانينغ ديالي مزيان صراحه غريب بزاف بزاف حيت فريمون كانت بزاف الحوايج اللي بيناتنا وكان جمعنا بزاف الحوايج يعني شكون شي حاجه تبدلات كنبغيك بزاف انا من واحد النوع اللي كنضد الانتقادات مكنتش كنتسوق ما في ديك اللحظه بلي انت متاثره وكتحاولي تبيني الناس انك ضاحكه وكتشوفيهم ضدك شحال اللي خايبه يعني ندمت قلت كون ما حطيت والو وكنت بكيت وكنت درت واخا كي كانوا يقولوا لي ما تبكيش وما ديريش مي فاش درت العكس ديالهم وشوفوني فرحانه يعني دار العكس يعني كما درت ما يعني ما بان لي حتى شي باب مفتوح نمشي معاه وليت كنقول لي درت ستوري شي يقولوا لي درت هادي ما جات واحد الوقيته قلت ما نتوقتش شي حد ضروري في دو جوغ الاولى تسوق وما قديتش ما في الاخر عرفت بلي بزاف الممثلين اللي وقع لهم بحال هكا يعني فيما مشيت تلقاي انتقادات ما مره يكون كل شيء معاك حيت كل واحد كيفاش دار العقليه ديالو كل واحد كيفاش تربى
خصهمش يكونوا بحال هكاك. ودا كانت معجبتك شي انت شي حاجه تخليها عندك ماشي تمشيو للجرحه به، حيت يقدر مثلا نقولوا شي حد كنقولوا ليه مترقوق مثلا، يعني يقدر يكون عنده هو مرض وشي حاجه، يعني هادي كتقدر كلمه تجرحه ولا اي حاجه. يعني الانسان ما عرفش الانسان شنو بداخله، يعني راه كاينين بزاف د الاسباب، ماشي اي ممثل او مغني او فنان غايقول المرض ديالو ولا اش طاري ليه في حياته. اكيد غايبين لكم وجه مبتسم ولكن ما يبينش لكم شنو طاري ليه. يعني نحاولوا نبعدوا من انتقادات ونخليوا المغرب زوين، نخلي بدون انتقادات بلا اي حاجه، ونكونوا كلنا خوت. واللي ما عجبتو شي حاجه يقولوا بحال الطريقه اللي زوينه ينصحك بها، ماشي كانه يعيرك بها، يكون فاقليته مزيان، يكون يعني واخد على نيه. عزيز عليا الطبخ بزاف وما كرهتش نمشي ماستر شيف جونيور، مي عندي واحد المشكل، ما كندخل الكوزينه كندوخ ما كنعرف ما ندير، واخا نبغي نطيب شي حاجه عارفه ندير شي كارثة. حيت كيقولوا لي كيبغي يطيب خصو يتعلم مشقه فاش يطيب يغسل هذيك الحاجه. انا من واحد النوع باغا غير نطيب ونخلي الناس تغسل ويجمعوا الدار. انا باغا غير نحط نجي نلقى حاطين لي البيض وداكشي حدايا، ما ندير والو، انا باغا غير هرس. بيتزا واخا تحط لي تحسي الحدايا ديالي ما نشبعش منها، لا كريب والبريوات والدجاج محمر. انا نقول لك فاش كنت في 11 من داك العام اللي يمله كنت كنلبس قفاطان جلاله بزاف الحوايج، مي دابا ولات عندي عادي كي بس كي ملبس، يعني ضروري من داكشي ديال الفقاس وداكشي ديال لي 27، مي ني ضروري في اللبس ما عادي دابا، يعني كبرت ما بقاتش ديك حاجه فقلتي. ولكن يعني اللباس المغربي راه فريمون عزيز عليا بزاف بزاف، والتقليد اكثر لان كيجي معايا، يعني لبسوا مي في العراسات ضروري ما نلبسوا، يعني داك الشيء ضروري. يعني شحال هادي كانت ماما مريضه الله يرحمها، ما كنتش كندير بهم شي حاجه، يعني باقا صغيره، يعني كنت كنقول نعاونها بهم الدواء، مي دابا يعني اول تجربه ليا نقدر ندير بها داك الشيء اللي محتاجه ونخليهم في البنك اشري دار، ولا ندير فيها شي حاجه ولا عمل خيري. كل مره واش لا كنقولوا لا كان عندك كثر تصدق، مي الا كان عندك غير داكشي اللي كافيك الله ما يعذبكش ولا شي حاجه، حيت داكشي هو اللي كافيك. يعني الا كان عندك كثر وعارف راسك هذاك الشيء اللي محتاج راه عندك وعندك ما كثر تصدق، يمكن لا تصدق شي شيك مكثر منه بالدوبل ديالي. باقي لحد الان ما عندي والو وما عرفتش، باقا ما عرفتش واش عندي شي حاجه نصور في لي فيديو كليب. عزيزة لي أنا لي فيديو كليب بزاف أكثر من الأغاني، وعزيزة لي المغنيين صراحة مكنبغيش المغنيين كثر من المغنيين، يعني الغناء عزيزة لي كثر من التمثيل، ما أنا ما عنديش الصوت، يعني نبغي نبان في لي فيديو كليب ولا حضر لي فيديو كليب. وعزيزة لي شوتينغ، الناس الممثلين اللي كيخدمو معايا عارفيني شحال كنحماق على التصاور، تحل التليفون قدامي وتحل الكاميرا كنخشي وجهي امبوسيبل صافا ما تصورش. يعني لي شوتينغ تا هما مكرهتش نكون كنديرهم بزاف. سامي اقليو نور سقلي سلمى صلاح الدين، انا نقول لك سلمى صلاح الدين كيجيبني شخصيتها، يعني كتدخل القلب دغيا. و دنيا باتمان، دنيا باتمان كتعجبني بالاناقه ديالها، كيفاش كتلبس الكاشه ديال القفطان المغربي، اي حاجه كتخص بالمغرب كتعجبني في دنيا باتمان. غنكمل فيه مي غنمشي للاخراج، ندير الاخراج وندير مثلا شي فيلم ولا هكا على ما ولفت، ونديرهم لي دو، نبقى في التمثيل والاخراج بحال بزاف ديال الممثلين كيديروا الاخراج بحال عمر رشيد الوالي. كنحمق عليكم بزاف بزاف، ربي يخليكم ليا وبلي بكم انا مساويه والو.